الرحيم معنا أحد مهندسي حقل العمر، عرفنا عن نفسك. فياض إبراهيم، رئيس قسم الأجهزة الدقيقة بحقل العمر. يا أهلا وسهلا، حدثنا عن أهمية حقل العمر. أخي، حقل العمر هو الحقل المركزي بحقول الفرات هنا. فحقل العمر بالإضافة لإنتاج النفط اللي هو يأمن نفط للمنطقة وغاز للمنطقة والدولة بشكل عام، يعني ينوجد به المستودعات تبع قطع التبديل، وتنوجد به الورش الأساسية اللي هي تخدم كل الحقول، وتنوجد به مصدر الطاقة اللي هي محطة الكهرباء، وينوجد به معمل الغاز اللي يأمن الغاز تبع الوقود للمحطات الحرارية والغاز تبع والغاز المنزلي. لذلك بالنسبة لحقل العمر هو حقل مهم جدا ويقدم خدمات، يعتبر الأهم في سوريا، يعتبر الأهم في سوريا. حقل العمر مو في سوريا، في دير الزور، يعني أهم الحقل المركزي في دير الزور هو حقل العمر. هو بالإضافة أنه حقل يعتبر مركزي دعم الحقول الثانية والمحطات الثانية، هو نفسه كمان يعتبر مركزي بالنسبة لإنتاج الغاز وإنتاج النفط. طيب كم كان ينتج من النفط الخام؟ والله على التقريبي، يعني كان هو حقل التنك ينتج حوالي 80,000 برميل، بالنسبة لحقل العمر حوالي 30,000 برميل لحاله، يعني وبي مع الحقول الثانية، يعني مع الحقول الثانية كان الإنتاج حوالي 86، بس حقل العمر نفسه ينتج حوالي 30، يعني 30,000 برميل بشكل اليوم، بالإضافة للغاز. غير النفط غاز ينتج، غير النفط ينتج غاز، وبيمكن دار توليد كهرباء وحكينا عنها، محطة توليد الكهرباء ومعمل الغاز. ما شاء الله، يعطيك العافية. حوالي 200.